ماذا حدث لفضيلة غض البصر؟ بل أقول فريضة غض البصر، وليس كما ذكرنا هذا التركيز فحسب على النظر إلى الصور المحرمة أو مفاتن النساء أو مشابه، هذه جزء منها. هذه الحضارة المعاصرة التي جاءت تمجد الصورة هي حضارة صورة، ليس الإشكالية في هذا. الإشكالية أن من أنعم الله عليه بهذا الكتاب وهذه التعاليم أغفل التعاليم وما عاد يرى وصلا بين ما يدور حوله وبين هذه الآيات العظيمة التي جاءت تنير له الدرب حتى لا يمشي في الظلمات. واحدة من تلك الظلمات التقوقع والتمحور حول الذات، بينما القرآن يريدك أن تطلق بصرك في أشياء أخرى، آيات السماوات والأرض، انظر إلى الأشياء البسيطة من حولك التي تحتاج إلى تعمير عمرها. الرب الذي خلق هذا الجمال لا يمكن إلا أن يكون يدعو إلى الجمال، الجمال الذي يليق بك، الجمال بمقاييس القرآن وليس الجمال بمقاييس هذه الحضارة الزائفة التي جاءت تؤكد جسدية الإنسان وشيئية الإنسان. ولنا أن نتساءل، هل القرآن جعل عناية خاصة بالجسد؟ بالتأكيد، وحظ على النظافة، وحظ على التطهر، وحظ على الاغتسال، وحظ على عشرات الأشياء، دون أن يغفل الجوانب الأخرى، النفس، العقل، الروح. ولذلك الإنسان حين يموت لا تدفن روحه، لا يدفن عقله، لا تدفن أفكاره، الذي يدفن فقط جسده. أنا لا أتكلم هنا عن قضية فقهية أو فتية في هذه المسألة، أنا أتكلم عن المقاصد والمعاني. أول وأهم شيء يسأل عنه هذا حلال وهذا حرام، تكبير الشفاء وتصغير الكذا وإلى آخر، حلال وحرام وفقط. اختزلوا الدين فقط في مسألة واحدة. هل هذا هو ما يريده القرآن؟ ثقافة غض البصر من الرجال، من النساء، من المجتمع، تحتاج إلى صناعة. حين تغض البصر ولا تطلق البصر فيما في بيوت الناس، كم عشرات الأشياء في بيتك ومنزلك ينبغي أن تطلق البصر فيها؟ حياة أبنائك، ترى ما يصلح الأبناء وترى ما يفسدهم، تنظر إلى ما يفسد وما يعكر صفو حياتك أنت، عوضا عن أنك تطلق بصرك فيما يفعل فلان. قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أمر مشترك، والنص على المؤمنين وعلى المؤمنات حتى يفهم من يفهم. إن المرأة كيان فيها نزعات، فيها غرائز، فيها كل شيء، فلا بد للحفاظ من الطرفين.